ازيكم يا حلوين، يا رب تكونوا بخير ومبسوطين. تتوتة جايبه لكم النهارده حدوته اسمها مريومه الجميله. يلا بينا نبدا حكاوينا. كان يا مكان وزمان كان وكان، وما يحلى الكلام الا بذكر نبينا عليه الصلاه والسلام. طب يلا قولوا عليه الصلاه والسلام. النهارده هنحكي قصة جميلة، قصة بنت جميلة اسمها مريومة. مريومة كانت جميلة في كل حاجة، كانت بتسمع الكلام واللي مامتها بتقوله لها بتعمله وبتنفذه من غير ما تناقش، لأن هي كانت عارفة أن مامتها بتقول لها الصح. عشان كده كانت أي حاجة مامتها تقولها لها تقول لها حاضر يا ماما. وكان ليها أخ بس كان عنيد جدا جدا، كان عنيد وما كانش بيسمع الكلام. ماما تقول له يمين يقول شمال، ماما تقول له ما تخرجش يخرج. تعالوا يلا بينا نشوف ايه اللي حصل في حكايتنا. مريومة حبيبتي، الجو برد جدا برا والمطرة شديدة، اعمل حسابك مفيش خروج من البيت النهاردة. اوعي تنزلي تشتري اي حاجة، وعرفي برضو اخوك سمير ان مفيش خروج من البيت النهاردة. حاضر يا ماما، انا مش هخرج طبعا وهسمع كلامك، لان فعلا الجو برد والمطر شديدة، اخاف اخرج اتعب ولا حاجة لا قدر الله. وهعرف سمير كمان ما يخرجش، يا رب يسمع الكلام وما يعاندش زي كل مرة. سمير ما تخرجش النهاردة لأي سبب من البيت، عشان الجو برا برد وكمان المطر شديدة. ماما قالت مفيش حد فيكو يخرج يشتري أي حاجة، ولا أي حد يخرج لأي سبب من الأسباب، لأن هي خايفة علينا إن احنا نتعب. هي الوقت راحت المطبخ عشان تحضر الغدا، ياريت تسمع الكلام. بقولك يا مريوم، أنا هخرج وأوعي تعرفي ماما إن أنا خرجت، عشان هي لو عرفت هتعمل مشكلة وهتقول لبابا، ممكن يحرمني من المصروف. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي يا حلوين، خرج سمير وما سمعش الكلام وفضل يتنطط تحت المطر هو وصحابه الوحشين اللي كمان ما بيسمعوش الكلام زيه. وفعلا سمير روح بعد ما خلص لعب، وأول ما روح ومامته شافته قالت له ليه يا سمير لتخرج من غير ما تقولي ليه ما تسمعش الكلام، افرض دلوقتي تعبت. وفجأة سمير فضل يكح ومامته بتحط ايدها على راسه لقته سخن مولع نار. تعمل ايه بس يا سمير، واعمل فيك ايه دلوقتي والجو مطره؟ لازم يا سمير هعمل لك كمادات ميه ساقعه، او احطك في البانيو اللي مليان ميه ساقعه عشان حرارتك تنزل. وفعلا ماما حطت سمير في الميه الساقعه عشان حرارته تنزل. وكان سمير بيترعش من البرد وقعد يقول آخر مرة يا ماما، آخر مرة هسمع الكلام وما عدتش هخرج تاني في الشارع، ولا عدت هسمع كلام أصحابي الوحشين هم اللي كانوا بيحرضوني ويقولولي ما تسمعش كلام مامتك وتعال أخرج معانا نجري تحت المطرة. أتمنى تكون اتعلمت الدرس يا سمير وتسمع الكلام. لما أقول ما فيش خروج من البيت يبقى أنا فعلا عايزة مصلحتكم وخايفة عليكم. شوف أختك مريم الصغيرة بتسمع الكلام إزاي، وكل حاجة تقول حاضر يا ماما. إنما أنت خرجت من ورايا وما سمعتش كلامي، وما عرفتنيش حتى أن أنت خارج، ورحت تجري وتتنطط تحت المطر لحد ما تعبت. وزي ما أنت شايف حالتك وصلت لإيه، كان ممكن تتعب أكتر من كده. ليه تعرض نفسك للتعب وليه تعرض نفسك للمرض؟ ليه ما تسمعش الكلام وتبقى طفل كويس وطفل شاطر زي مريومة الجميلة؟ يا رب كمان انتوا كمان يا حلوين تكونوا اتعلمت الدرس مع سمير، وتبقوا حلوين وشطار زي مريومة، وتقولوا حاضر يا ماما وتسمعوا الكلام، وما تنزلوش في المطرة ولا تنزلوا والجو بارد. وتوتا توتا، خلصت حدوتة التتا توتا، حلوة ولا ملتوتة؟